بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، لا زالت أشواطنا مستمرة في هذه المنافسات والتحديات الجميلة على ميدان الشحانية، حيث انطلق الشوط الرابع عشر في هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة. والخمسة كيلومترات هي المسافة، منافسة مع سن اللقاية ومع شعارات أبناء القبائل، لنتابع هذا المشهد الرائع عبر شاشة قناة الريان الفضائية مع هذه الأعداد والأسماء والشعارات التي تندفع في منافسة وفي تحدي جميل نشاهده من خلال هذه الأشواط. نتابع مقدمة الشوط، النجاح أول الأسماء المتقدمة، وعبد الهادي بن جابر بن حذقين المري من يقدم لنا نجاح في الصدارة الأولى وعلى المركز الأول، تلتها في ثاني المراكز. متابعين الكرام، نتابع التقدم في هذه الأثناء من سحابة محمد بن جار الله بن ضرمان من يقدم لنا سحابة في المركز الثاني مع انطلاقة ومنافسات هذا الشوط. ونتابع ثالث المراكز مع هذه اللحظات المثيرة، نتابع الأسماء ونتابع أيضا المركز الثالث في هذا الانطلاق المثير مع تحديات اللقاية. ما شاء الله على الأعداد والأسماء المنطلقة في هذا الشوط. وفي المركز الثالث نجد ونتابع المستشارة اللي خذت المركز الثالث، صالح بن حمد آل بريص المري من يقدم شعاره، والمستشارة في المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز. هذا الشعار مصوب بالفعل القادم مع هذه اللحظات الجميلة مع محبة اللي وصلت وخذت المركز الرابع بشعار فاران بن عتيق آل بريد المري من يقدم لنا محبة في المركز الرابع. المركز الخامس نتابع القادمة، مزون وصلت في هذه اللحظات بشعار سالم بن محمد آل نابت المري من يقدم لنا مزون في المركز الخامس. ندانا الأول للأسماء المتقدمة وللشعارات التي تسير مع قمة هذا الشوط، ونتابع الأسماء القادمة خلف الأسماء المذاعة. ما شاء الله هنا أعداد وشعارات تتواجد وتنطلق في مشهد رائع ومثير نتابعه مع مسار ومنافسات هذا الشوط. ولكن عودتنا إلى المقدمة دائما وأبدا مع صدارة ومقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول، نعود وإلى الصدارة وإلى سحابة. بالفعل يا أبو حمد، هذه سحابة وشعار بن ضرمان في مقدمة الشوط، محمد بن جار الله بن ضرمان من يقدم لنا سحابة على المركز الأول في هذا الانطلاق الجميل وفي قمة هذا الشوط. بينما في المركز الثاني المستشارة في ثاني المراكز، صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري يقدم المستشارة في هذا الشوط وخذت المركز الثاني، بينما محبة في المركز الثالث تتواجد بشعار فاران بن عتيق آل بريد المري من يقدم لنا محبة على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث، في المركز الثالث نتابع المتقدمة مزون مع رابع المراكز في هذا الانطلاق الجميل، سالم بن محمد آل نابت المري يقدم لنا مزون في هذا الانطلاق. بينما ناخذ المركز الخامس، خامس المراكز اللي عليها الرقم 47، هذه اللي وصلتنا مشاهدينا الاعزاء قادمة راهية، حمد بن علي بن جابر الحنزاب بدأ يقدم شعاره ويقدم لنا راهية في هذا الشوط محتلة لخامس المراكز. هذه الأسماء وثاني ندى في المنافسات وفي التحديات الجميلة مع انطلاقات سن اللقاية وسباقنا المحلي الخامس. ما شاء الله وتبارك الرحمن، إثارة وتحدي ومنافسة في شعارات أبناء القبائل نتابعها من خلال أشواط هذا الصباح. ولكن عودتنا إلى شعار بن ضرمان، إلى المركز الأول، إلى سحابه المسيطرة، إلى سحابه المتقدمة، إلى سحابه اللي تقود الأسماء حتى هذه اللحظات الجميلة وتتواجد على المركز الأول. محمد بن جار الله بن ضرمان من يبحث عن ناموس هذا الشوط مع سحابة المنطلقة بالأداء الفنان حتى اللحظات. ولكن المستشارة في المركز الثاني، صالح بن حمد بن راشد البريس المري من يقدم المستشارة على المركز الثاني وثالث المراكز، محبة المتواجدة والمنطلقة بشعار فاران بن عتيق البريد المري. المركز الرابع، رابع المراكز قادمة النوادر، سالم بن حمد الجربوع المري بدأ يقدم لنا نوادر في أول ندى لتحتل المركز الرابع. المركز الخامس مزون في خامس المراكز منطلقة بشعار سالم بن محمد النابت المري. ما شاء الله، ولكن شوف الأسماء القادمة، هذا شعار الغامدي القادم مع شبارة
الواصلة بهذا الانطلاق الجميل. بدر بن محمد بن يحيى الغامدي قادم بالانطلاق مع الشبارة اللي وصلت في هذه اللحظات، هذه الأسماء، هذه الشعارات، المنطلقة المتقدمة ولكن من ضرمان وسحابة في مقدمة الشوط. 1200 عن خط النهاية، نسير بالتحديات الأخيرة بالأمتار المثيرة ومقدمة الشوط سحابة على المركز الأول. على الانطلاق الأول متواجدة بشعار محمد بن جرالة بن ضرمان، يقدم الانطلاق، يقدم سحابة حتى هذه اللحظات، وتستفتح الكيلو متر الأخير، تعبر مع جسر العبور، جسر الناموس والانتصار. يا سلام يا سلام على أداء شبارة في المركز الثاني قادمة بهذا الانطلاق. أبناء المملكة ركز يا وليد يا زميلنا وليد الغامدي من يتابع هذا الشعار بالانطلاق الجميل، يبغي السلامات إلى ميدان الطائف. قادمة من المملكة بشعار الغامدي شبارة المتواجدة الحاضرة بهذا الانطلاق الجميل. بدر بن محمد الغامدي المركز الثالث، وثالث المراكز نوادر في المركز الثالث بشعار سالم بن حمد الجربوعي، وفي المركز الرابع أول ندى، أول ظهور لوجد ناصر بن علي بن ثلاب الهاجري من يقدم لنا هذا الانطلاق من وجد القادمة في المركز الرابع. ولكن نعود إلى شبارة، شبارة يا سلام على أداء الفنان والانطلاق الجميل في مقدمة الشوط 400 متر عن خط النهاية، وهنا المقدمة والصدارة مع انطلاقة شبارة في مقدمة الشوط. بدر بن محمد بن يحيى الغامدي روح يا وليد، الأمتار الذهبية، أمتار الفوز والانتصار، سحابة في المركز الثاني مع بن ضرمان، والمركز الثالث المنطلقة هناك وجد، وفي رابع المراكز الحضور أيضا من نوادر، ولكن شبارة 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 تعبر بالسلامات إلى المملكة إلى ميدان الطائف. سلام يا شبارة، سلام سلام يا الغامدي، سلام، تهانينا والناموس على فوز شبارة. بدر بن محمد بن يحيى الغامدي اللي قدم لنا شبارة في هذا الشوط مختطفة الأضواء والتي حظت على ناموس هذا الشوط، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني من وصلت سحابة محمد بن جرالة بن ضرمان، وثالث المراكز كان من نصيب نوادر لسالم بن حمد بن سعيد الجربوع المري، والمركز الرابع المركز الرابع وجد، من وصلت في رابع المراكز ناصر بن علي بن ثلاب الهاجري، وخامسا كان من نصيب وسام لعلي بن سالم بن متعب الصعاك. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام، وناخذ التوقيت مع شبارة لحظة وصولها إلى خط النهاية 7:48 26 جزءا من الثاني، تهانينا والناموس لبدر بن محمد بن يحيى الغامدي على فوز شبارة بالمركز الأول. ثاني المراكز سحابة 7:49 وجزئين من الثاني، تهانينا والناموس لمحمد بن جرالة بن ضرمان. بينما ثالث المراكز من وصلت نوادر في 7:49 95 جزء من الثاني، تهانينا لسالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري. ينطلق هذا الشوط والزميل محمد بن عايض السواد يتابع معكم منافسات هذا الشوط.